زبونش الكيك ناس ما بتعرفش تعمله وناس بتشتريه جاهز. طب ايه رايكم بقى نعمله النهارده في البيت؟ اسهل طريقه للزبونش كيك. نشوف مقاديرنا. 7 بيضات، تمام؟ ادي 7 بيضات، 7 بيضات عليهم ربع كيلو سكر، ربع كيلو سكر يعني حط كوباية وربع، تمام؟ وعندنا ربع كيلو دقيق، ربع كيلو دقيق بيختلف من كوباية لكوباية، فهو كوبايتين إلا ربع يعني ربع كيلو دقيق. وعندي معلقة محسن جلي كبيرة اللي هو ده، محسن الجلي ده هتلاقيه عند العطار او محلات خامات الحلواني، موجود عندهم، ما تقلقيش مش مختفي، لا موجود. قولوا عايزه محسن جل بتاع الكيكه، ونص معلقه بيكنج باودر ورشه فانيليا. طيب اسهل طريقه للزبون، ولا عندنا نص كوبايه ميه، اسهل طريقه تحطي كله على بعضه في قلب العجانه. لو انت بقى خايفه ان البيض يفصل منك او الحاجات دي كلها، ما تقلقيش، انت اسهل طريقه ليه حطي كله في العجانه. 7 دقايق في العجانه بالظبط هتكون الكيكه معاك جاهزه. احنا حطينا السكر والبيض في العجانه، هنحط عليهم الدقيق. ايه صدفه الدقيق؟ اه ينفع الدقيق، مفيش اي مشكله خالص اهو. ليه بقى هينفع؟ لان هو فيه الماده الرافعه اللي هو المحسن، والبيكنج باودر كمان اهو، ورشه الفانيليا. واحنا بنحط مقاديرنا نشوف مدام سهام. صباح الخير يا شيف صدفة. صباح الخير يا مدام سهام. ازيك يا شيف صدفة؟ حبيبتي منوراني، تسلمي. انتي منورة الدنيا كلها. ده نورك، ربنا يبارك لك، تسلمي. ما تحرمش. ايه ده، وطي التلفزيون عندك شوية يا مدام سهام. ماشي. وطيتي كده التلفزيون شوية؟ وطيت. طيب قوليلي بقى. بقول لك ايه، افرض دلوقتي انا ما عنديش محسن كيك. طيب. ما عندكيش محسن كيك. طب سؤال حلو قوي، انا كنت لسه هقول لكم عليه. هتفصلي البياض عن الصفار، تعملي ده لوحده، وتعملي المارينج اللي هو بتاع البياض البيض، تخلطيهم على بعض. بس ده في بنسبه 80% ممكن يفصل منك. محسن الكيك مش غالي، كيلو المحسن تقريبا ب 50 جنيه. انت لو جبتي لك ربع كيلو وهتشيليه في الفريزر او في الثلاجه هيقعد معاك السنه كلها. انا حطيت كله على بعضه اهو في العجانه زي ما انتم شايفين. نشغل بقى العجانه، نرجعها بقى ورا كده تشتغل براحتها. طيب بصوا بقى، عايزه اقول لكم حاجه مهمه كمان. انا عندي الكيكه زي ما قلت لكم، اللي هي الكيكه لو اتقطعت منك هتتصرفي ازاي؟ هترميها؟ لا مش هنرميها، دي كيكه متقطعه وهنشتغل بيها دلوقتي، وهنعمل بيها تورتايه كامله مفيش اي مشكله منها. طيب بسم الله، اهي بصوا هتلاقيها متقطعه ازاي. بصوا اهي، طيب الكريمه بقى بتاعت التورته ما بتبقاش متماسكه معاكم. اولا لازم تجيبي كريمه خام من اي عطار. معانا تليفون بس انا ما سمعتش مين. ندى تقريبا. ندى الو، ازيك يا شيف؟ ازيك يا ندى، عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه اقول لك ان انا بحبك قوي، وكل وصفاتك تحفه، وكل حبيبتي ربنا يخليكي. ايه رايك في التورته بتاعتنا النهارده؟ لا تحفه، وكل حاجه من ايديكي تحفه والله بجد. طيب تمام ماشي. عامله ايه يا شيف؟ انا كويسه الحمد لله. انا مريني طبعا. عايزه طريقة المكرونه بشاميل، بس عايزاك تقولها لي دلوقتي. طب حاضر، هرص اول طبقه اقول لك مكرونه بشاميل بس كده من عينيا الاثنين. طيب بصوا بقى، وندى معانا، انا عندي كيكه مقطعه حتت اهي، بصوا حتت صغننه، بصوا الحته قد ايه اهي. هتنفع تورته؟ اه هتنفع تورته. هنعمل ايه؟ اول حاجه بتجيبي قاعده او طبق او اي حاجه عندك. القاعده دي بتتباع في اي محل بتاع ادوات منزليه اهو، شايفين اهي. وهتحطي اول طبقه، هتحطي المتقطع ده عادي جدا، مفيش منه اي خوف. يا صدفه طب ممكن تفرول؟ لا مش هتفرول، الكريمه هتمسك. طيب الكريمه دي بتتعمل ازاي؟ عشان تطلعي كريمه، عشان تطلعي كريمه مظبوطه معاكي لازم تجيبيها كريمه خام. واحنا بنفرد الكريمه نقول الو يا جميله. الو ايش صدفه؟ صباح الفل يا جميله. عامله سامعاني؟ ايوه سامعاكي حبيبتي. عامله ايه؟ سامعاكي حبيبتي، سامعاكي. اموريني يا جميله. أنا كان نفسي بطريقة البيتزا بالمشروم بالدونت. بالمشروم وإيه تاني؟ يبقى تاني يا بنت. شكرا ليك يا جميلة. هو تقريبا حد من عيالها شد حاجة ولا عمل حاجة. طيب حطينا كده أول طبقة، دي طبقة الكريمة. طبقة الكريمة هتبقى عاملة زي الصبغة، هتمسك الكيكة كلها في بعضها. حطي الطبقة التانية، مفيش أي قلق وأي خوف، ما تقلقوش يا جماعة. ما فيش اي خوف. طيب واحنا بنحط الطبقه الثانيه. الو يا محمد.
الو، ايه ده؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا شيخه، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله، بحب حضرتك قوي يا حبيبي، ربنا يبارك لك. ايه رايك في التورته بتاعتنا النهارده؟ كويس الحمد لله، كل حاجه كويسه حبيبي. ربنا هتخلي ماما تعمل لك تورته ولا ايه؟ لا ان شاء الله. هاي حضرتك نورني. انا في يعني كنت عندي موهبه عاوزه اقولها لك. قول لي عليها يا حبيبي. موهبه الشعر. ياه، انا بحب الشعر قوي على فكره، مع اني ما بعرفش اشعر بس بحبه. قول. ماشي. بالامل لاب الغرور، نحقق السلام، نبث الايمان، نرتقي الى العلا الى الامام. يا مصر عشتي وعاش رجالك، اوفياء اقوياء شجعان، كانوا يا مصر النور لما كانت في الدنيا الظلام، كانوا يا مصر السفينة لما كانت ساعة الطوفان، رجالك يا مصر حرب وضحوا وعبروا، رجالك يا مصر قالوا ضحي يا مصر واسكت الطغيان، بص تشوف يا جندي واسأل عن رجال كانوا هناك فوق الرمال واقفين صاحيين وسلاحهم في ايديهم، حالفين ما يجي عليك يوم يا مصر تعيش بظلام، بص شوف يا مصر واسأل كم سنة عشت بالسلام، ومين يا مصر ضحى بحياته، ومين يا مصر عايش ولسه شايل ذكرياته. بسم الله ما شاء الله، تحيا مصر طبعا فوق اي حاجه. بجد شكرا جدا جدا، انت بسطتنا بحاجه زي كده على الصبح، وبشكر اهلك على التربيه الحلوه اللي هم مربينك عليها. بجد تسلم وربنا يبارك لك يا حبيبي. طيب هنا بقى جينا حطينا التورته. طب يا صدفه التورته بنعكشها، تجيب السكينه مشرشره وتمسكيها كده اهي، ايدك اهي، وتخلي السكينه عامله كده وتروحي لما زياده كده اهو، طبق تحتيك عشان تنزل جوه الطبق اهي، شايفه ازاي اهو، وتلف بايدك كده اهو، وتخلي ايدك بتلف، ايدك هتلفها كده اهو، انت خايفه تلفها كده اهو، روحي عامله كده اهي. تورته دي ولا مش تورته؟ اهي شايفين اهي، وتروحي جايه بقى شايله الطرف ده كده اهو، عشان خاطر لما تيجي تحطي الكريمه ما تسقطش منك. واحنا بنجلس الكريمه نقول الو يا فلة. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فلة؟ ازيك يا صدفه، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ انت كلمتيها امبارح يا فلة؟ ايوه بكلمك، كلمتك قبل كده ومتابعاكي على الفيسبوك. انا فاكره الناس الحلوه اللي بتكلمنا دي على طول، الفيديوهات بتاعتك القديمه. انا فاكره الناس الحلوه اللي بتكلمنا دي على طول. انا قمت يا حبيبتي الصبح اتفرجت على الاعاده الساعه 8 ونمت لسه صاحيه الوقت عشان اكلمك. شفتي بقى؟ والله العظيم انا مدمنه صدفه حبيبتي، ربنا يبارك لك. انا بحب الناس الحلوه اللي زيك دي. يا رب يخليك. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه الحمد لله، ربنا يصلح ما بين ايديك وربنا يزيدك من نعيمه. تسلمي، ربنا يبارك. بس كنت عايزه اقول لك على حاجه. طبعا. عايزاكي تعملي لنا الفطير المشلتت. بس كده، ده حلقه مخصوص الفطير المشلتت ده يا حبيبه قلبي يا ام لافا يا جميل، عشان خاطرك انت بس والمكرمه الحلوه بتاعتك دي. انا عملته قبل كده بس في الفرن عندي، البوتاجاز العادي اللي هو ما فيهوش مروحه. تمام، شكرا ليك يا فلة بجد، والفطير اللي مشلتت ما تقلقش. طيب بصوا، انا حطيت اول طبقه وفردتها. طيب واحده هتقول لي يا صدفه انا ما عنديش الاسباتون اللي هما بيفردوا بيه ده بسكينه، ده ما عندكيش انت زي ده؟ سكينه عاديه خالص. طيب اهي، روحي عامله كده اهو، يا طلعت بس عشان في شوكولاته لازقه في تحت. انت مجنني يا استاذ طلعت، وادي كريزه